أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة من برنامجكم الدوار. أعزائي المشاهدين، ومن داخل قرية الجمالية سعدنا أن يكون لنا هذا اللقاء بالعمدة أحمد فهمي، عمدة قرية الجمالية. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا يا مرحب. أهلا وسهلا، شرف. عايزين ناخذ فكرة أو ندي المشاهد فكرة عن قرية الجمالية، حدودها والقرى المجاورة لها. قرية الجمالية يعني هي القرية التي يحدها من الغرب نهر النيل، ومن الشرق شنهور، ومن الجنوب قرية المفرجية، ومن الشمال قرية جرجوس. تكلمنا عن أهم الزراعات الموجودة بها والصناعات. أهم الزراعات الموجودة هنا عندنا في قرية الجمالية زراعة القصب. زراعة القصب وبعض من الزراعات اللي هي القمح والفول وبعض من الزراعات الأخرى التي تحتاج إلى المواشي زي البرسيم. تكلمنا عن العمودية وتاريخ العمودية داخل قرية الجمالية. والله العمودية نشأت في آلة فراج ومن زمان، يعني وجدنا أباءنا عمد، يعني من عمدة ده وعمدة ده، وكل ابن العمدة عمدة، ابن العمدة، لا مش شرط عمدة، أهم حاجة يكون من نصف فراج، من العيلة. ويعني والناس بارك الله فيها، أهل القرية بارك يعني الله فيه. ما طلعتش من ألف الراج حتى من أول ما بدأت لحد هذه اللحظة. لحد هذه اللحظة. يعني كان العمدة إبراهيم، العمدة أحمد عبد الله، والعمدة حسين، والعمدة عبد الباسط. العمدة عبد الباسط ده جدنا ومعلم العمد، يعني كان ده راجل يعتبر سفير داخليا وخارجيا، العمدة عبد الباسط. فبعد كده لما توفى العمدة عبد الباسط خدها العمدة فهمي الوالد، وبعد الوالد أخذها العمدة عبد العزيز محمد إبراهيم فرح. فكرة نقل العمودية من بيت لبيت أو من مكان لمكان، والله هي دلوقتي بقت اختيارية. يعني العمدة كان زمان كان يختاروه أهل القرية، وكانت اختيار أهل القرية ده كان أفضل من اختيار، يعني عملية انتخابات. وعملية انتخابات كانت أفضل. جميل. بس إنما كانت تسبب بعد العقد. الوقت بقيت عملية تعيين. تعيين. جميل. يعني بقيت إيه تعيين، أي تعيين، يعني كتعيين أي حاجة يعني. يدخل فيها الشق الأمني ولا؟ يدخل فيها الشق الأمني والسمعة الطيبة. جميل. وإن يكون رجل مصالحات، موجود في المصالحات، والحمد لله إحنا بالنسبة لي يعني لأننا موجودين في المصالحات، يعني احنا بالنسبة للمهنة بتاعتنا قد تساعدنا لإيه؟ تساعدنا للصلح. يعني انا كنت مفتش مساجد باختياري، يعني امام وخطيب ومدرس، فطبعا الناس تحب هنا عندنا القرية تميل الى الرجل الديني. يعني الرجل، وجود رجل الدين في جلسة مصالحات نقدر نقول بيحل 50% من المشكلة، بيحل حتى ولو لم يكن عمدة. جميل. يعني حتى لو لم يكن عمدة فبيحل. جميل. لأن الناس والنصيحة، ويعلم لهم أن الصلح خير، والصلح خير، والتفاهم بين الـ ده، وأن يكونوا هي متصالحين. والرسول صلى الله عليه وسلم حث على ذلك وقال الصلح خير. Thank you.
كلمنا عن لجان المصالحات الموجودة داخل قرية الجمالية، هل لجنة المصالحات بتبقى لجنة دايمة ولا كل مشكلة لها رجالها؟ والله كل في احنا عاملين مصالحات داخلية. مصالحات داخلية دي تقتصر على العيلة وعلى الناس اللي موجودة، يعني مثلا في عيلة فلان بناخد الكبار فيهم ناخدهم معانا وهم يساعدوا شوية، لكن في المصالحات الأخرى اللي خارج النطاق البلد بيكون لها ناس أساسيين. جميل. يعني نقدر نقول داخل القرية في لجنة المصالحات المحلية بتتغير حسب المشكلة. بتتغير حسب المشكلة، ممكن مصالحات داخلية يعني أسرية، مصالحات أسرية ما أحبش حد يتدخل فيها، يعني أسرية بين طرفين ما بنحبش حد يتدخل فيها خارجيا، إنما داخليا أتدخل. عمد أحمد، وكلمنا وقلنا أن نقدر نقول أن رجل المصالحات لا يكل ولا يمل، ممكن يروح للمشكلة مرة واثنين وثلاثة واربعة، وده حصل وسمعنا كلام، وانتوا ايه وانتوا كبار في البلد. حاضر يا ابي، حاضر حاضر حاضر، بناخد كلمة حاضر وبنسمع أسية كثيرة، لكن بنتغاضى من أجل الصلح، من أجل الصلح والموافقة والأمن والأمان، بنتغاضى عن كل شيء. الهدف منا ممكن يسمع ما لا يرضيه ويقولك لا مش مهم، أنا أهم حاجة بالنسبة لي الفرحة بتاعتي أن يتم الصلح. أهم شيء أن يتم الصلح بين الطرفين. ولذلك القرآن صلى الله عليه وسلم والحديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فإيه مثلا أنت معك مليون، معك فلة، معك عمارات، لكن مش آمن، ما تقدرش تنام. يعني جاءوا بعض من البلاد المجاورة عندنا في محافظة قنا اللي هي عندها القتل والبتاع ده، فجوا ماشيين بالليل وجدوا ناس عندنا نايمين قدام الباب. يعني الواحد جايب كده نايم قدام الباب، قال ايه ده؟ قال احنا عندنا الناس نايم. قال ما شاء الله عليكم، الله اكبر، الله أكبر على نعمة الامن والامان. لما الواحد ينام يمشي بكده بدون عصاية، يمشي بدي يمشي بدي، وكله ايه، احنا هنا الجمالية بالذات كلنا اقارب، المكانش قربة في النسب، قربة في النسب. يعني النسب تاخدها من جرجوس الى المفرجية، من البحر لغاية شنهور كلنا ايد واحدة. الجمالية بلد السبع قبائل. بلد السبع قبائل دي ايه؟ بلد السبع قبائل اللي هي الكلالسة وعباسة ونجع رجب والشعانية وعباسة، يعني سبع قبائل. نعم. نقدر نقول عمد احمد ان هو رجل مصالحات ممكن يلجا الى الكذبه البيضاء، ان يروح يسمع كلام ويقول كلام انه يقوله كان بيشكر فيك على الرغم انه سمع العكس. هو المصالحات بتشمل حتى ولو قال كذبه بيضاء، الكذبه البيضاء ده حتى مطلوب ويجوز يجوز يجوز ان تكذب، ده انت تصلح، ده مطلوبه. يعني من ضمن الاشياء اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اذا اردت ان تصلح فلان زيد مع عبده، فانت تقول والله ده لسه كان جاي لك، هو ده هو كان جاي لك، يعني احنا اللي بس ده هو اللي ايه اللي كان جاي يتسمح لك. فطبعا ايه يجوز الكذب في الصلح، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكذب يجوز، يجوز في الحرب. افرض انت وقعت اسير، عددك كام؟ ما تقولش انا عددي مثلا 2000 او 3، قل لا عددي بسيط. وعلى الزوجه، وعلى الزوجه، يعني ايه حتى الزوجه يعني تكذب عليها، تقول لك طب ليه ما جبتش مثلا لي طرحه؟ ليه ما جبتش لي فستان؟ انا رحت وجدت البقال او التاجر قافل. فيجوز الصلح، يجوز الكذب في الناس اللي تحاول افشال اي عمليه صلح. والله هو الصلح دلوقتي، الصلح لابد وان تاخذه من اول مره. يعني المماطله في الصلح جربناها مش كويسه، بتنشا الفتن وبيدخل فيها بعض الفتن، وفي ناس لهم اغراض
اغراض في الفتن، يعني عشان ما يتمش التجاره بتاعتهم، ممكن عشان تجاره السلاح، تجاره الاسلحه. في ناس برضو عشان كده، لا خد دي مش عارفيه انت هتسلح، ده مين فلان ده اللي جاي لك يصلحك ده؟ ده مين الشيخ احمد ده؟ ده ايه كنيه الشيخ احمد ده؟ انت لا انت مش عارفيه، لازم يجي لك مش عارف شخصيه مش وبتاع والكلام ده كله عشان يفشل الصلح. ودول شياطين، دول شياطين الانس الذي اخبر عنهم عليهم سبوت في داخل القريه، نقول ان فلان وفلان دول يبقوا معروفين ان هم دول رجال مخربين داخل القريه. والله نحن نسال الله سبحانه وتعالى لهم بالهدايه، نسال الله سبحانه وتعالى ان يهديهم ويهدي الناس جميعا. حاج احمد، لو كلمنا عن رجال المصالحات دايما بيدخلوا في المشكله مره واثنين وثلاثه، هل لو واحد من احد الافراد لجان المصالحات خد شوط واثنين وثلاثه واربعه وراح العمد احمد وحل المشكله، هل في عمليه الصلح النهائي يتم استدعاء من قام ببدايه هذا الصلح؟ يعني عفوا يستدعيه، لماذا؟ لانه هو اللي بذل مجهود، ولا ننكر لحظة واحدة في من ساهم. يعني حتى بيقول لك إنسان لو بنبني في حاجة دي ورب واحد ساعد بطوبة أو حتى كده له الثواب، هو له الثواب أولا عند الله سبحانه وتعالى، ثم لا نتركه ولا نهمشه، ما يتهمش، لأنه هو كان طبعا إيه موجود 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 موجود، فلا يمكن نهمشه. عملية الصلح في المشكلات السائرية بتبقى في مشكلة اللي هي الجودة، هل عملية تقديم الجودة بيبقى في نوع من التفاخر بين أعضاء لجان المصالحات، يقول لك لا أنا اللي هقدم الجودة، أنا الأولى، أنا اللي بذلت شوط كبير، أنا العمدة، لازم أنا اللي أقدم الجودة؟ لا والله، لا والله، لا الحتة دي إحنا إذا كانت القلب هو الصلح لمين؟ الصلح لله سبحانه وتعالى، وأن تكون النية صافية. يعني حتى ولو جاء اي انسان، لو ساعدتك لو اي واحد وقدم اللي دخل معاه في الجوده خلاص، هو ايش شايف احمد؟ هو دايما هو لو انا اللي اقدم الجوده، انا اللي عايز اخذ الشغل الاعلامي، انا ليه؟ ما احنا بندور على ايه؟ بندور على العمده لابد وان يكون متثقف. جميل. يعني العمده لابد ان يكون دارس دين، ولذلك كانوا ايه بعض في جماعه كانوا حصل صلاه من بعد الصلاه، صلاه العصر. جميل. وقدموا الراجل الكبير اللي معاهم ما رضيش يحدد اللي هو القائد بتاعهم، صلي بين العصر، صلى بهم العصر جهرا، صلى العصر جهرا. ولذلك احنا لابد وان يكون في العمده لابد وان يكون في مواصفات. اذا وقع العمده، ولذلك انا خريج كليه وصلتين قسم عقيده وفلسفه وعلم نفس، يعني دارس وجميع الديانات دارسها، بوذيه، هنديه، كل الديانات درسها. جميل. فلا بد يكون الانسان جميل. وان شاء الله ان شاء الله. يعني دور الشباب، هل العمده حريص لمشاركه الشباب في عمليه الصلح، ان هم يعني يبقوا رجال هم الاجاويد في المستقبل؟ دائما لجنه الصلح يكون فيها نوع من الشباب، لا بد وان يكون فيها من الشباب، لانه الشباب قلبه، الشباب الايام دي قلبه نظيف. جميل. لا يحمل حقد لاحد بعض من الشباب، انما في بعض من الناس شافت مشاكل زمان وشافت اشياء كانت زمان، فقلبها موجود فيها الغل والحقد، يعني موجود. انما يكون الشاب
يبقى يكون يعني في افضليه. ندربه علشان يكون قياده مستقبليه. ندربه احنا بناخده اولادنا معانا، او اولادنا بناخدهم معانا وبنشاركهم، حتى ولو شاركناهم في الـ في الـ في القاعده في الكلام اللي بعد الصلح. بيكون ايه الكلام يعني متواصل في جلسه بعد الجلسه الاستثنائيه، بيكون هم حاضرين وغالبا بناخد ايه ارائهم. ليه؟ لانه اراء الشاب تختلف برضو، يعني الشاب برضو يعني الشباب ليهم برضو قيادة. هناك بعض الظواهر الداخلة على المجتمع الصعيدي وهي ظاهرة تعاطي المخدرات، دور العمدة ودور الأجويد ورجال المصالحات والقيادات الشعبية الموجودة داخل القرية لمحاربة هذه الظواهر. والله هذه الظاهرة أنا كنت مفتش مساجد في محافظة كلها، في المحافظة وفي مركز قوس، وجدنا أن هذه الظاهرة قد انتشرت انتشار لا أعلمها، يعني انتشار سريع. ولذلك أنا أخشى أن تكون محاربة من خارج، يعني حاجات دست لتدمير عقول. ومين اللي بيحارب دلوقتي؟ ومين اللي بيحارب؟ أنا أحارب ده الشباب، هو اللي واقف وبتاعه والكلام ده، هو الشاب. الشاب ده بيبوظ المخ بتاعه، بيبوظ عشان تفكيره خلاص. الشاب ممكن يسيب السلاح بتاعه ويجري، يعني البتاع الشاب ده والبتاع ده بنشوف. سمعنا قتل امه قتل اخته، ده في واحد على القرط بتاع البت الصغيره شافه القرط، قرط اللي شافه خلعه منيها وراح يبيعه وقتل البت وفي الاخر طلع صيني. شوف قتل وقع في مصيبه عشان خاطر الشاب ده واللي بيقولوا عليه ده. دوركم كرجال دين يعني لمحاربة هذه الظواهر، هل بيبقى في خطب داخل المساجد أو الكنائس لمحاربة هذه الظواهر؟ والله احنا كان معنا أبونا بيمن، وكنا في كنا في جلسة وفي اجتماع، وهو ذلك كنا نحارب ونحث الشباب على أن المخدرات سم قان يقتل الشاب. بتكلمنا عن الفكر المتطرف، يعني دور رجال الدين لمحاربة الفكر المتطرف. والله احنا بالنسبه لنا الفكر المتطرف ده، ولذلك يشهد على ذلك العرس الانتخابي الذي كنا فيه، وجدنا جميع الشباب خرج لانه ايه عايز الرئيس، عنده حس وطني، عنده لانه عارف وتفهم كويس، وتفهم ان رأى الإنجازات أمام عينه. يعني هو كنا احنا في الصعيد هنا ما نحلمش بأنه نوصل خط مية، النهاردة وجدنا كل الخدمات متوفرة من غاز طبيعي لصرف صحي لإنترنت. احنا كنا نحلم بوجود إنترنت، كنا نحلم بوجود خط غاز، كنا نحلم برصف الطريق. ده الطريق بتاعنا هنا، المحور بتاع باسم فكري. فين الواحد ده؟ كنت تلف، كنت تروح في البغدادي في الاقصر وتروح جينا طنطرة. شوف دلوقتي عايز ايه، ولسه تاني هيعمل واحد في كوبري ياسه. ده انجازات، ده حاجات بتكلف. ده كتر خيره الرئيس. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، على وعد باللقاء في حلقة أخرى من برنامجكم الدوار. شكرا لكم وإلى اللقاء.